يعني ديفيد مادر وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب معنا في هذه الأثناء. يعني سيد ديفيد، لا شك في أنه الأوضاع تتصاعد على الأرض بين موسكو وكييف، وفي ذات الوقت تتصاعد في إطار الحرب الاقتصادية أيضا المفروضة على روسيا وتشديد الخناق. نود أن نقف على تأثيرات كل ذلك حاليا على الأسواق وعلى السلع. إن الصراع المتزايد بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى توترات حادة فيما يتعلق بالقيود والعقوبات وفرض مزيد من العقوبات والحوكمة الغربية التي تضع مزيدا من العقوبات والضغوطات السياسية والمالية. ونرى أن الروبل الروسي قد تراجع إلى أدنى مستوياته، وشاهدنا تراجعات في أسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا، بشكل خاص في ألمانيا، حيث أن الاقتصاد الألماني يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الغاز الطبيعي الروسي، و 57% من الواردات الألمانية تأتي من روسيا. إذا أصبح هناك مخاوف بأنه سيكون هناك نقص في الطاقة في أوروبا، وبالتالي المتداولون اتخذوا مراكز قصيرة فيما يتعلق بالأسهم الألمانية، وهذا بالطبع ما يؤثر بشكل كبير على كاكارونت في فرنسا والفوتسي 100 في لندن أيضا. إذا أسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا تواجه ركودا كبيرا، وأيضا النواحي العسكرية تؤثر، حيث أصبح هناك ضغوط مالية أصبحت بسبب روسيا. نعم، الذهب كان قد قفز بشكل لافت لدينا، أضاف 10 دولارات، وبالتالي يبدو أن هنالك اتجاه نحو المعادن أكثر من الأسواق المالية. حدثنا عن استمرارية الذهب في هذا الاتجاه. فيما يتعلق بالذهب، مثل كثير من الأصول شهد الكثير من التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية. في الأسبوع الماضي شهدنا أن الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في عام، وتداول حول مستويات 1947 دولار للأونصة. والأسبوع الماضي شهدنا أن الذهب قد تراجع قليلا بسبب أنه بدا أنه مؤقتا أن الوضع السياسي يتحسن قليلا، وأن هناك أمال بأن نرى بعد توقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. هذا لم يحدث، وأصبح هناك عودة لاستمرار العنف بين روسيا وكييف، وهذا ما أدى إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب. وشهدنا أن الذهب صباح اليوم يتداول فوق مستويات 1900 دولار للأونصة، وتداول بين مستويات كما نتحدث، إذن وصل إلى أعلى مستويات عن تراجعات الأسبوع الماضي. حتى قبل هذا التوتر كان هناك اتجاه صعودي للذهب، وكان هناك بعض ضغوط البيعية، وذلك بسبب تجديد الفيدرالي، وأصبح هناك ارتفاع للذهب في الوقت الحالي. ويبدو أن التوتر والصراع في أوروبا الشرقية أيضا يؤثر صعودا على الذهب. وأيضا وإذا ما وصلنا إلى مستويات 1974 الأسبوع الماضي، قد نصل إلى مستويات 2000 دولار للأونصة إذا ما استمر الصراع. نعم ديفيد، يعني تعلم أن هناك إجراءات اتخذها المركزي الروسي في سبيل فك الحصار عنه برفع معدلات الفائدة 20%. هل سيفك عنه الحصار والضغط بهذا الاتجاه؟ ولماذا اليورو تحت كل هذا الضغط الكثيف؟ أعتقد أن إجراءات البنك المركزي الروسي على نطاق واسع لن تؤثر تأثيرا كبيرا. لقد كان هذا أمرا دائما ما يفعله البنك المركزي عندما يكون هناك ضغط على العملة، وطريقة لأن يكون هناك قاع تحت العملة وإيقاف العملة المحلية من التراجع وأن تكون في سقوط حر. نرى ذلك هذا الوضع متكرر ويحدث في الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية أو حتى في المملكة المتحدة في بداية 1990. وأيضا على المدى المتوسط والبعيد لن يكون له أي آثار
ولن يساعد العملة، لأن الارتفاع كبير في معدلات الفائدة سيضغط ضغطا كبيرا على الاقتصاد المحلي، لأن كل شيء من الأشخاص الذين لديهم رهون عقارية أو لديهم ائتمان أو قروض للسيارات سوف يحصلون على ارتفاع كبير في معدلات الفائدة، وبالتالي هذا سيكون مؤلم جدا للاقتصاد. وفيما يتعلق باليورو، اليورو كما شاهدنا كان تحت الضغط في جميع الأنحاء، وكما ذكرت الاقتصاد الألماني يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي الروسي، والاقتصاد الإيطالي أيضا يعتمد اعتمادا كبيرا على وهولندا، وهناك الكثير من الغاز يأتي من روسيا ب 25%. إذن الصراع في أوروبا الشرقية يضع الكثير من الضغوط على عملة اليورو، وهذا ما يجعل هناك تحول إلى الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني. نعم، ونشكرك سيد ديفيد مادن محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب.